حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج من العراق. تصعيد أمني في سنجار وقصف صاروخي في محافظة أربيل وفرض لسلطة الأحزاب السياسية في جنوب العراق، البعض يراها إنها مقدمة لإلغاء زيارة البابا إلى العراق، والبعض الآخر يراها إنها محاولة لتأجيل وإلغاء الانتخابات المبكرة. أهلا بكم من جديد أحبة المشاهدين في هذه الحلقة من برنامج من العراق. ضيفي لهذه الحلقة مستشار رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظم لشؤون العشائر وشيخ عموم بني مالك الشيخ ضرغام المالكي. مرحبا بجناب. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. اليوم شاكرين سعى صدرك تحملنا أكيد. حياكم الله، شرفتم. أهلا الله يبارك فيك. خليني أتحدث بداية حول الخروقات الأمنية في شمال العراق. اليوم كيف ترى القصف لمطار أربيل؟ ما هي الغاية من هذا القصف ولماذا تتكرر هذه المشاهد في أربيل من جديد؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، حياكم. جنابكم والمشاهد الكريم يعلم أن مطار أربيل الدولي هو ميناء جوي تابع للدولة العراقية أولا ومن ثم لحكومة أقليم كردستان. نعم. وهذا المنجز أو هذا المعبر الجوي هو معبر لكل العراقيين، لا أربيل فقط أو كردستان. التجاوز وتطاول عليه واستهدافه هو استهداف لحقوق العراقيين ولمنشآت الشعب العراقي بالدرجة الأولى وأقليم كردستان بالدرجة الثانية. طيب. أنا أرى أن في هذه المضايقات أو هذا الاستهداف هو استهداف للسيادة العراقية واستهداف لاستقرار البلد وأمن البلد، وحلقة تهديد أو حلقة مراوغة لزعزعة الأمن وخصوصا أمن الأقليم، والكل يعلم أن الأقليم أقليم كردستان ينعم بأمن وأمان واستقرار. ربما هذه الحالات تربك حياة المواطن البسيط وتربك عمل الدولة في الأقليم والدولة في المركز أيضا. طيب، اليوم البعض يعني يتهم إيران بقصف مطار أربيل، وبالتالي إيران اليوم نفت هذه الاعتداءات على مطار أربيل. اليوم كيف ترى ذلك المشهد؟ حتما إيران دولة صديقة مجاورة، ولكن في مثل هذه الحالات أما أن يكون الاستهداف علني إن كانت هناك حرب أو تنازع بين طرفين أو بين جهتين وعلنية للعالم فيكون الاستهداف واضح، أما أنه استهداف تحت ظلام الليل ونجهل الجهة المنفذة في هذا الصدد لا نستطيع أن نؤكد أن هذه الأعمال وراءها إيران أو غير إيران أو أحد الدول المجاورة. طيب، اليوم البعض يرى أن هذه الخطوات هي محاولة لتأجيج الشارع العراقي ومن ثم أكيد إرباك الوضع بصورة عامة. اليوم موقف الحكومة العراقية وأداء السيد مصطفى الكاظم من هذه الخروقات؟ حتما، يعني أنه مثل هذه الأعمال هي لا تصب إلا بالمحاولة بزعزعة أمن أو إضعاف دور الحكومة الحالية أو الدولة العراقية بصورة عامة. ونحن ذكرنا أكثر من مرة وفي أكثر من لقاء أن كل من يعمل هذه الأعمال أو يحاول أن هو عدوا للعراق لا محبا له. طيب. أبناء العراق المخلصين اليوم تعمل على أنه توسعة العمل، إنشاء أكثر عدد مطارات، إنشاء أكثر عدد علاقات خارجية مع دول العالم، وذلك من أجل بلدنا حتى يستقر بلدنا، حتى اقتصادنا يصعد، حتى مواطننا. بعض الأحيان أخوي الآن المواطن يسأل، المواطن العراقي البسيط يقول أنا الجواز العراقي، والله مع الأسف هذا العراق العظيم وهذا البلد العظيم جوازنا واصل إلى أنه مرحلة متأخرة بين دول العالم وجوازنا ما إلى ذيك الأهمية، مو هي بسبب هذه الخروقات وهذه المشاكل. هناك محاولات لتحديث الجوازات العراقية؟ والله بالوقت الحالي ما عندي خلفية عن هذا الموضوع وما عندي معلومات في هذا الصدد. طيب. ولكن واحدة من أسباب أنه عداء الجواز أو تدهور حالة الجواز العراقي هي استهداف المطارات والمعابر الجوية في العراق. طيب. ما عمل الحكومة، الحكومة تعمل جاهدة بكل الاختصاصات، إن كان في العشائر الاختصاص اللي أنا تسنمته أو باقي الاختصاصات، من أجل أنه تصحيح المسارات السابقة، من أجل توطيد علاقات بين الحكومة والشعب. وجنابك والمشاهد يعلم في الفترات الأخيرة حصلت فجوة بين المواطن والحكومة وانعدمت حتى الثقة بالرجل المسؤول وبرجل الدولة إن كان وزير أو مستشار أو عضو مجلس نواب بسبب الهفوات وبعد المسؤول عن هموم المواطن. الآن الحكومة العراقية تعمل جاهدة من أجل أنه يكون التواصل مباشر مع المواطن وسماع هموم المواطن والعمل
على أنه توفير أفضل خدمات أو التقدم بخطوة إلى الأمام من هذه الناحية بالرغم من قصر عمر الحكومة والمهمة المكلفة بها. طيب. وجنابك تدري والمشاهد الكريم أن الحكومة مكلفة بتسيير الأمور وإعداد ميزانية ومن ثم انتخابات عاجلة أنه تحدد لها هذه مرحلة انتقالية. نعم. فهذه هنا العمل ما يكون مثل ما تقول متواصل أنه خطة وتقدر تنفذ في هذا العام العام الآخر تكمل العام الثالث تنجز. فترتها قصيرة. فصارت قصيرة وضغط كبير والمشاكل كثيرة بالبلد، لذلك الحكومة الآن متحملة ثقل أكبر من حجم أي ثقل مر على الحكومات السابقة اللي عملت 4 سنوات أو أكثر. طيب، حكومة السيد مصطفى الكاظم اليوم تدعم كل العلاقات الدبلوماسية وكذلك الدولية ودول الجوار أكيد، لكن اليوم البعض بعض الشخصيات يعني تحاول بإلقاء اللائمة على حكومة وأداء السيد مصطفى الكاظمي من خلال هذه الخروقات الأمنية، وتقول أن هذه الخروقات هي مقدمة لإلغاء زيارة البابا إلى العراق. لا أخو، هسه العلاقات وبناء أكثر عدد علاقات والانفتاح على العالم هذا مبتغى كل مواطن عراقي بالتأكيد. يعني عزلة العراق عن دول العالم وعن دول الجوار هذا هو اللي وصلنا إلى هذه المرحلة. طيب. سابقا كان العراق معزول أو ولدت مشاكل، هسه إن كان سببها العراق أو الطرف الآخر هي انحدثت وصار تقاطع وصار انعزال، شبه الانعزال، وسببنا كثير من المشاكل. طيب. أما الآن المواطن العراقي يأمل بهذه العلاقات وانفتاح العراق على العالم إن كان صحيا اقتصاديا دبلوماسيا وإلى آخره، هذا من جانب. أما زيارة البابا هي معدة ومهيئة وإلها توقيت خاص سيعلن في وقته، والآن بدأت يعني التحضيرات لزيارته ولاستقباله ولضيافته، فالأمور تسير على ما يرام. هناك بعض التصريحات تفيد بأن ستكون زيارة البابا إلى النجف الأشرف، وبالتالي أكيد اليوم إلى المحافظات الجنوبية، وستكون هناك كلمة في مدينة أور. يعني شوف، خلي أقول لك بالنسبة إلى مدينة النجف، أنا باعتقادي وبإيماني أن الآن العاصمة أو عاصمة الإسلام من ناحية القرار ومن ناحية الاهتمام بالمسلمين والنظر في شؤون المسلمين هي النجف الأشرف. طيب. ولا ننسى أن النجف هي عاصمة الدولة الإسلامية في زمن الخليفة إمامنا سيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام، واستمر هذا العلم والاهتمام بشؤون المسلمين بالنجف إلى يومنا هذا. طيب. فمثل شخصية وجناب باب الفاتيكان لما يزور بلد وفيه مدينة مثل النجف، هذا الصرح العظيم أو هذه المدينة العظيمة، حتما يزورها ويزور المرجع الكبير السيد علي السيستاني ويتفاهمون على بعض الأمور اللي هم أدرى بها وأعلم فيها في شؤون مصلحة المسلمين والمسيحيين وكل الإنسانية. أما مدينة أور التراثية وهذه الحضارة العظيمة، طبعا شوف هذه التفاتة لطيفة من جنابك، يعني باب الفاتيكان، الرجل يعيش في الفاتيكان الآن في روما وفي دولته. نعم. الصغيرة أم دولته الكبيرة، ولكن لما يجي العراق مهتم في زيارة أور وهذه الحضارة العظيمة وهذا الصرح العظيم، هذا ما ينم إلا على أن هذا البلد فيها الكثير من الحضارات وفيها الكثير من الكنوز الكبيرة حقيقة اللي أكثر العراقيين يجهلوها، وللأسف أكثر الحكومات السابقة كانت تجهل هذا الشيء. طيب. ولكن الحمد لله وفقنا الله في زيارتها قبل شهر أو شهرين من وقتنا هذا. طيب شيخنا، خلينا نتحدث في ما يتعلق بالملف الأمني. اليوم الأحزاب السياسية وتعددها، يعني المواطنين العراقيين وبعض الشخصيات يعني تراها أنها محاولة لإرباك الوضع وأنها راضية بهذه الخروقات الأمنية من أجل تأجيل الانتخابات بشتى الطرق حتى يتسنى لها البقاء في السلطة. يعني كقراءة للشارع، هناك اليوم إذا أردنا نقيسها أو نوصفها مثل اللاعب، أكو بعض اللاعبين يدخل إلى المباراة ويعرف نفسه خاسر. طيب. وأكو لاعب يعرف راح يدخل وراح يحقق إنجاز وراح يوصل إلى مرحلة متقدمة، لذلك كل لاعب يعرف بنفسه خاسر في هذه المباراة يحاول يزعزع الأمور ويماطل بها لتأخيرها حتى يخلص أكثر عدد من الوقت أو من الأيام في مكانه. أما اللي المعادلة عنده حصيلة أمام الشعب العراقي، نعم كثيرا تشرين غيرت الكثير. طيب. تشرين غيرت الكثير، الأحداث الأخيرة غيرت الأخير، عدم الطعن بالمواطنين إن كان متظاهر أو إن كان بالقوات المسلحة أو إن كان عشائر أو إن كان بالحشد الشعبي، بالتالي هو عراقي. طيب. عدم الطعن مثل الغربيل إحنا نقول، يعني طلع الزين ونزل الشين، لذلك تغيرت المعادلة وتغيرت الأرقام بالشارع العراقي. هل سيكون السيد مصطفى الكاظم رئيس الوزراء
يعني مرشح للانتخابات المقبلة أم سيشارك في الانتخابات البرلمانية القادمة؟ يعني أنا اللي حسب معلوماتي، ومعلوماتي ليست بالخاصة إنما العامة، لأنه ما عندي معلومة خاصة، أنه السيد الكاظمي لن يشارك بالانتخابات كمرشح أو ينزل عن دائرة أو تحت اسم كيان أو قائمة. هذا الشيء بعيد كل البعد عنه. هذا اللي أعرفه. أما أنه بالمرحلة المقبلة هل ستختاره الكتل السياسية، هل سيختاره مجلس النواب أو يكلفه رئيس الجمهورية لإدارة ملف البلد، فهذا الموضوع يعني يأتي في أوانه. طيب شيخ، أتحدث عن آراء سياسية. اليوم بعض الشخصيات السياسية تقول أن السيد مصطفى الكاظمي هو متحالف مع سائرون، وسرايا السلام هي الجناح العسكري الذي يحمي الكاظمي من بعض الأحزاب المعادلة. يعني شوف بصراحة، تعرف سرايا السلام هي تحت أمرة السيد مقتدى الصدر، والمعروف عن سماحة، لكن هي جزء من الحشد الشعبي. نعم، ولكن هو من الأب الروحي سيد مقتدى الصدر. طيب، لكن والمعروف عن السيد مقتدى الصدر، الأمر بقرارات القائد العام اليوم يتخذ بها. أنا بس أريد أوصل لك فكرة. معروف عن السيد مقتدى الصدر أنه لا يجامل أحدا على خطأ ولا يتحالف لحماية شخص. طيب، والتجربة خير برهان. كثير من قيادات سرايا السلام أو قيادات تيار الصدري لما حس سيد مقتدى عندهم مشكلة حاسبهم وبعتهم وأنهى كل خدماتهم. لذلك ما أعتقد سيد مقتدى الصدر اليوم يحمي له شخصية سياسية من باقي الأحزاب، وإنما تقدر تقول السيد مقتدى الصدر وسرايا السلام مصرين على دعم الحكومة الحالية لتمرير هذه الفترة ولعقد انتخابات مبكرة، ممكن يكون متعاون مع هذه الحكومة وداعم لأهداف ما إنه يشوفها تصب بمصلحة المواطن العراقي. لكن أنا أشوف كأنه إسناد للسيد الكاظمي. لا، السيد الكاظمي ما لا يوجد أي فصيل أو جهة مسلحة تابعة إلى أو تدعم، إنما هو القائد العام للقوات المسلحة، واليوم هو أعلى سلطة وفي على رأس الهرم بقيادة الجيش العراقي وجميع التفاصيل. طيب، فيما يتعلق اليوم بالسيد مصطفى الكاظمي، هو هرم السلطة في الحكومة العراقية، وبالتالي اليوم هناك خروقات أمنية في شمال العراق على سنجار من قبل القوات التركية. اليوم بما يتعلق بمواقف الحكومة العراقية أو حكومة إقليم كردستان، حتى الآن لن نرى أي موقف حاسم بما يتعلق بهذه الخروقات تجاه القوات التركية. يعني أنا على حسب علمي وبزيارة السيد الكاظمي الأخيرة لجمهورية تركيا، نعم، فتح هذا الملف وتناقشوا به. هناك اتفاق بين الدولتين على ما أظن، وهذه ليست معلومة تأخذ مني كمستشار، إنما كمواطن عراقي ومعلومة عامة. طيب، ما تحسب عليه. واضح. إنه اللي أعرفه هناك خروقات بين الدولتين، من هناك خلايا نائمة، هناك جهات تابعة لداعش، هناك إنه مأوى لبعض الخارجين عن القانون أو الجهات الإرهابية بين مدينة وأخرى، وحصلت كثير من الإرباكات. لكن أكيد أكو تفاهم وأكو خطاب بين الخارجية العراقية والخارجية التركية، وهذا الموضوع أشوفه مقدور عليه، يعني نوصل إلى ما يتطور أكثر أو يأخذ حيز أكبر. طيب شيخ، فيما يتعلق اليوم بمحافظة البصرة، هناك من يتحدث عن استحالة الحكومة العراقية من السيطرة على السلاح المنفلت في داخل المحافظة. شوف، ما يخص السلاح المنفلت وهذه النزاعات العشائرية، الكثير يجهل بعض المعلومات. نعم، لكن أنا لما أكلمك، أنا ابن البصرة وابن ديوان وابن عشيرة. طيب، وأيضا عشيرتي لا تخلو من الأسلحة، موجود وكل العشائر الأخرى. السلاح وجد عند العشائر من أيام ما قبل تأسيس الدولة العراقية. طيب، إن كان قبل الناس تمتلك هذه السلاح القديم اللي نقول للبرنا أو الفالة والمقوار، وتطور الحال إلى سلاح الكلاشينكوف، تطور الحال إلى تركة الجيوش السابقة، لكن طريقة استخدامه، اسمح لي أكمل لك. فالسلاح موجود من زمن جدي وجدك مثل ما يقولوا. طيب، زين، ولكن بالفترة الأخيرة الآن وتركة المعارك والبقايا والتهريب من المعارك، اللي وإحنا خصوصا دخلنا بعدة معارك مع القاعدة، مع داعش، نعم، مع الطائفية، مع 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 كثير، هذا يتسرب أسلحة وتتسرب عتاد بخيرة وتوصل إلى تجار السلاح وتبيع للمواطن وإلى أبن العشيرة وإلى المدني. ساء استخدامها، لأن أكو مثل يقول من أمن العقاب ساء الأدب. اليوم أنا إذا أطلق عيارات نارية بالهواء ورأسة القوات الأمنية فوق راسي وتداهم بيتي وتعتقلني، أنا مرة ثانية ما أكرر. لكن أنا لما أسوي معركة عشائرية وأرمي من بداية الليل إلى آخره، وثاني يوم جدا طبيعي ما أحد يقول لي ليش سويت وليش هيك ولا أكو حساب، أكيد هذا صارت عادة سائدة ومنتشرة. طيب، لذلك
المشاكل اللي يصير وانفلات السلاح لأن ماكو رادع سابقا وماكو مضايقات وماكو متابعات انتشر بصورة كبيرة وصار عبء على المجتمع البصري والجنوبي. لكن بالحملات الأخيرة وخصوصا حملة الوعد الصادق، متابعة المطلوبين للقضاء العراقي، متابعة القتلة وتجار السلاح، الآن خفت هذه الحالة ووصلت إلى انحسار، وصلت إلى يعني أنه مثل ما تقول على آخرها. طيب اليوم السيد مصطفى الكاظمي أعلن الإطاحة بعصابات الموت التي كانت يعني تتعامل مع الصحفيين والناشطين المدنيين بأساليب مختلفة. اليوم السيد الكاظمي أعلن على الإطاحة بهذه العصابات. نعم. اليوم من يقف وراء هذه العصابات؟ وبالتالي اليوم أنت ترى هذه الخطوة يعني إيجابية تحسب للسيد الكاظمي في هذه المرحلة؟ أكيد هذه الحالة والحملة الأخيرة لم نرى مثيل لها من 2003. طيب من 2003 إلى 2020 ما شفنا يوم ألقي القبض على عصابة منسقة أو جهة ما أو فد خلية أنه تعمل بالتصفية والاختيالات وما شابه، وأنه رؤوس كبيرة أنا حسب اللي عرفته. نعم. أحد هذه الرؤوس هو موظف في شركة نفط الجنوب، الآخر مدير عام شركة مقاولات كبيرة ومتمكن ماديا، وواحد طالب كلية قانون، والآخر يعني فت شخصيات ما تشوف أكو ربط بيناتها. جاب أبو القانون على أبو الشركة. طيب. جاب الموظف على حالات القتل والاختيالات. إذن هذه عصابة أو خلية منظمة تعمل للتصفية من أجل مصالح، هسا مصالح سياسية، مصالح مالية. لحد الآن التحقيق لم يكتمل ولم يعلن، إحنا من نأخذ الخبر؟ طيب. من إعلان التحقيق ونتائج التحقيق لحد الآن لم نعلم ما هي الجهة اللي داعمة لهذه المجموعة أو اللي تحرك هذه المجموعة. طبعا طيب. لما تيجي تنظر تشوفهم متهمين بمقتل محافظ البصرة السابق محمد مصبح الوائلي. طيب. ولكن والرجل هذا من بيت إسلامي وأنه تيارة أو خط إسلامي. بالمقابل متهمة بمقتل الشهيد أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي اللي كان مراسل قناة دجلة الفضائية. نعم. هذا الرجل مدني محتدل، لا علماني ولا إسلامي، في أيام التظاهرات. نعم. فتشوف ماكو ربط، منا يقتل الإسلامي وصاحب المنصب والسلطة، ومنا يقتل الصحفي المدني الذي لا يميل للإسلامية أو الإسلام السياسي. فتشوف أكو مصالح أكبر من هذا الإطار أو هذا المحتوى، أنه صراع بين المدنيين والإسلاميين وما شابه، وبين المتظاهرين ورجال السلطة. الموضوع بعيد عن هذا التوجه، إنما هناك غاية أكبر، ربما غاية زعزعة أمن العراق، ربما الغاية زرع فتنة في الشارع الجنوبي، ربما الغاية أنه توريط الأحزاب الإسلامية، ربما الغاية هي أنه توريط المدنيين. فلحد الآن النتائج لم تكتمل، ولكن هذه الحالة هي حالة صحية وتحسب لحكومة السيد الكاظمي. طيب. أنه في يوم من الأيام الكاظمي وحكومة الكاظمي والجهات الأمنية وصلت إلى القتلة وإلى العصابات التي تبيح الدم العراقي بكل سهولة. فيما يتعلق بهذا الملف، اليوم أنتم كوجهاء عشائر وزعماء لقبائل في جنوب العراق، كان لكم اليوم تنسيق مشترك واتخاذ مثلا كلمة واحدة والاتفاق على جانب معين تجاه هكذا ممارسات كانت ضد الشعب العراقي؟ والله كموضوع منسق بين الشيوخ العشائر أنه ما راح يصير، لأنه مثل هذه الحالات وهؤلاء القتلة هم ما معروفين. طيب. كانوا ما معروفين، فإنه حالات غامضة، يقتل الشخص ولكن لا نعرف من هي الجهة اللي وراء قتله، يعني ما أعرف منه اللي قتل فلان مثلا. طيب. وما عالنين هم للعلن، والله إحنا قتلنا وإحنا نشتغل نصفي حتى نجتمع عليهم ونقول اللي يطلع بعشيرته قاتل مأجور أو قاتل يتبع إلى جهة سياسية أو دولية أو مخابراتية، إحنا والله نهدر دمه ونذبه، ما صار عندنا قبل. طيب. نسمع صار كتل بس من الجهة ما نعرف. أما الآن أنا سابقا وقبل يومين طالبت عشائر المجنى عليهم واللي تم أنه تثبيت مقتلهم عن طريق هذه العصابة، مطالبة عشائر العصابة وأفراد العصابة بالتعويض العشائري، هذا بالإضافة إلى الجانب القانوني. الجانب القانوني. طيب. نعم. فيما يتعلق اليوم بالصراع السياسي ما بين الأحزاب في محافظة البصرة، اليوم هناك الكثير يتحدثون عن بعض المحاصصة في داخل الموانئ وحتى في المشتقات النفطية، هناك حصة للحزب الفلاني، وبالتالي اليوم هذا يعرقل عمل الحكومة العراقية. ربما سابقا بالنسبة للنفط، جبتها عن النفط. طيب. ربما سابقا يعني
كان موضوع التوظيف، اليد العاملة، الشركات المستثمرة والعاملة تدخل عن طريق أحزاب وكيانات سياسية ومتنفذين بالسلطة. طيب. مثلا اليوم أنا أنتمي لفلان حزب وأنا موظف مسؤول عن التشغيل، أنا ما أشغل أي كان أو ابن البصرة المدني، أنا أشغل أعطي الحصة الأكبر، أعطي 60% من الدرجات المتاحة لحزبي. مثلا أنا أنتمي لحزب ضرغام، نظام المحاصصة، فيصير عندي فد 100 درجة، 100 فرصة عمل، أنا ما أنطيها على حسب قرعة أو حسب تقديم، أنا أشيل 60 منها أنطيها لحزبي وأخلي 40 هذا الشعب البصري كله يتنافس عليها. أما الموانئ جبتها هذه مو اليوم يعني أو أمس، أو هذه من بداية العمل بالحكومة الجديدة للأسف، يعني سيطرت بعض الجهات السياسية أو الحزبية أو الجهات المسلحة وما شابه، أنه زجت عناصرها بالعمل كمعقبين، كأنه هم ضباط وزجتهم أنه يعملون في هذا الملف، وسيطرت وصارت أكثر الواردات أنه الغير شرعية تذهب إلهم. طيب. وإلى جهاتهم، لكن الآن بدأ العمل على محاربة هذا الشيء والحد من عنده بتغيير القيادات الأمنية، بتغيير الموظفين، المدراء العامين، زرع جهات استخباراتية ومخابراتية بالموانئ حتى تتابع، حتى تشوف لجان تحقيق، فنشوف أكو تطور وأكو تحسن وخطوات إلى الأمام في هذا المجال. من الممكن أن يتخلص العراق من نظام المحاصصة بعد المرحلة المقبلة والانتخابات القادمة؟ ما ممكن محاصصة. أنا أقول لك الأسباب، أنه النظام المعمول به بالعراق، نظام البرلمان يختار رئيس جمهورية ورئيس جمهورية يكلف رئيس وزراء وترتب هذا الشيء. طيب. أنه رئاسة مجلس النواب تروح للمكون السني والوزراء المكون الشيعي والجمهورية للأخوة الكرد. طيب. وهذا التقسيم اللي وضعه في بداية 2003 هو هذا، ليس أنه زرع للطائفية أو زرع للمحاصصة، إنما هذا دستور تعمل به الكتل السياسية والأحزاب المتنافسة بالعراق. لكن اليوم إرادة الشعب، شيخ لا تسمح لي، إرادة الشعب اليوم وثورة أكتوبر، أريد أكمل لك، يبقى الحل للشعب العراقي. الشعب العراقي إذا أجمع على رأي تغيير النظام المعمول به عن طريق التصويت، عن طريق تغيير فقرات بالدستور العراقي، اتفاق جميع المحافظات، بس بدون بخس حق لمكون من المكونات الموجودة. طيب. ويبقى العمل التشريعي ماشي، ولكن يتحول النظام من إلى فيدرالي متعدد إلى جمهوري لنفرض، ربما هذا هو الحل الأوفر أو الحل الأسهل الموجود قدام المواطن العراقي. وجربنا كثير وشفنا كثير، احنا نشوف بلد مثل العراق، هذا رأي شخصي ضرغام المالكي يعني. نعم. ما مسؤول عنه أي شخص. طيب. بلد مثل العراق أن تكون أنه إدارته بهذا الشكل ما ممكن أن يزدهر بسرعة أو يتقدم بسرعة، العراق مثل العشيرة يحتاج إلى قائد واحد. طيب، تحدثت عن إرادة الشعب، لكن اليوم إرادة الشعب في ثورة أكتوبر غيرت المعادلة وغيرت السيد عادل عبد المهدي وجاءت بحكومة السيد الكاظم. اليوم إرادة الشعب إذا كانت حقيقية، من الممكن أن تتخلص من نظام المحاصصة والنظام الأعراف الدستورية اللي حاليا تعمل بها الحكومة العراقية؟ ممكن جدا، إرادة الشعب فوق إرادة أي قوة سياسية. أو دائما يقول لك الدبابة لا تنتصر على الجماهير. طيب. فإحنا هسه ما نريد نضرب هذا المثل على الإرادة والاحتجاج والتظاهر السلمي أو تعبير عن الرأي، إنما دائما الشعب هو أقوى من كل سلطة، لذلك هذا الموضوع متروك للجيل القادم، للشباب الموجود، للشباب اللي غايته أنه تطوير الوضع اللي نمر به. فأنا أأمل خير في هذا الجانب، وإن شاء الله نصل إلى نتائج أفضل. الشيخ ضرغام المالكي أكيد راح أتواصل معك بعد هذا الفاصل. أيوة. نعم أحبة المشاهدين، فاصل قصير ومن ثم نعاود لإكمال مشوارنا وحلقتنا لهذا اليوم مع الشيخ ضرغام المالكي. حدث قصف صاروخي على مدينة أربيل ومتضمن مطار أربيل الدولي، 3 صواريخ سقطت في محيطها وكذلك صاروخين في المناطق السكنية المكتظة. وفي ذلك الوقت قمنا بإغلاق المطار لأربيل الدولي من الساعة 10 مساء لغاية الساعة 12 ظهرا بتاريخ 16/2/2021. من يقف وراء الهجوم
وما هي أبعاده السياسية في هذا التوقيت تحديداً؟ فيما أعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم سرايا أولياء الدم مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل. في كردستان هو البلد الآمن في العراق. الهدف هو أن يبقى الإقليم محاطاً بسلسلة من التهديدات ومعرضاً للاستفزاز دوماً. هذا باختصار ما ينطبق على إقليم كردستان في ظل محيطه المعادي له. رجعنا لكم من جديد أحبة المشاهدين في هذه الحلقة من برنامج من العراق، ورحب بجنابك الكريم شيخ طرغام المالكي من جديد. أهلا وسهلا. اليوم فيما يتعلق بمحافظة البصرة، النزاعات العشائرية اليوم أخذت الكثير من المواطن العراقي، وأنتم اليوم كوجهاء وزعماء لعشائر الجنوب لابد أن يكون لكم موقف حاسم تجاه هذه النزاعات اللي ربما يتأثر بها من ليس له يد في ارتكاب الجريمة أو في ارتكاب النزاع العشائري. شوف، هو بهذا الجانب يعني أنه أكو مقولة تقول الخير يخص والشر يعم. هسه ربما إحنا عشائرنا الكبيرة وقبائلنا، إذا نريد نعد اليوم القبائل البصرية الكبيرة، نفرض بني تميم، بني مالك، بني منصور، مثلا السعادة، يعني البزون، العيس، هذه العشائر ما دخلت في مشاكل. طيب. ولكن السمعة أيضا جت علينا وعلى أبو العشائر سوى مشاكل. إحنا هاي القبائل الكبيرة ما عندها أي مشكلة ولا جاي تتنازع، ومستقرة وتعمل ومارس حياتها بصورة صحيحة. لكن هناك عشائر صغيرة وهي امتداد لعشائر كبيرة في محافظات أخرى. هاي العشائر الصغيرة ما لها قيادة أو شخص مسيطر عليها في محافظة البصرة. طيب. لذلك عندما يندلع نزاع أو خلاف بيناتهم رأسة يتوجهون للغة السلاح. المشكلة لما تروح تريد تصلح بيناتهم أو تنهي الخلاف، ما تجد الشخص اللي مسيطر على هذه المجامع، إنما كل من برأيه وكل من بكيفه، لأن هم شيخهم أصلا بغير محافظة وبغير مكان، وماكو أي إنسان يردحهم أو يوقفهم عدحتهم. فتعبنا من التعامل مع هذه المجامع وهذه المشاكل اللي جاي تصير، بالإضافة إلى النزوح اللي صار على المدن. هناك مجامع أو عشائر صغيرة كانت تقطن الأهوار والمستنقعات. طيب. بعد 2003 نسحت وانتقلت من الأهوار إلى المدن، وهذا تقاليده مختلفة وبيئته ووضعه أيضا الاجتماعي مختلف. ربما ابن المدينة من تختلف وياه يتوجه للقضاء أو يتوجه إلى شيخ العشيرة أو يتوجه إليك يحدثك، السلوكيات تختلف. نعم، لكن سكنة الأهوار ما يعرف يتصرف هذه التصرفات، وهذه إلها مثل ما تقول أسبابها، مثلا تعليم ما موجود كان، ورشات عمل انه تطور من وضعه وثقافته ما موجوده، لذلك نقل ثقافه الحديه وثقافه السيف بالسيف، وراسه يتوجه يلزم سلاحه ويظل يرمي ويعارك الطرف الاخر يدافع عن نفسه. طيب. ولدت مشكله عشائريه، هذا جانب سلبي على اداء الحكومه. اكيد، لذلك احنا الان نعمل جاهدين على عقد جلسات عشائرية، تواصل بين شيوخ العشائر، وضع قوانين جديدة بيناتنا كعشائر تحد. طيب. من هذه الظواهر، بالإضافة إلى تعاوننا الكبير مع الجهات الأمنية والمختصة بتشكيل لجان تابعة مثلا إلى قيادة عمليات البصرة، من مجموعة من الشيوخ. طيب. تعاونون مع قائد عمليات البصرة ويتوجهون وين ماكو مشكلة، بهم تدخل الدولة وقيادة العمليات وهم الشيوخ العشائر لإنهاء المشكلة، بالإضافة إلى أيضا توصيات السيد رئيس مجلس وزراء واهتمامه بهذا الملف، وكوني أنه مختص بالعشائر. نعم. كثير التواصل مع الشيوخ والعشيرة اللي عندها مشكلة ندز عليها ونسمع منها ونحاول نوفر لها اللي تطلبه حتى أنه تنهي المشكلة بأسرع وقت. فإحنا نعمل بهذا الجانب، وإن شاء الله هذا ترى شوف أخذ فترة بس ما يبقى إلى الأبد، يعني الآن وصل إلى أقل نسبة وجاي نعمل على هذه النسبة القليلة لإنهاء تماما. طيب، محافظة البصرة اليوم تطفو على بحر من النفط والبترول، وبالتالي اليوم الكثير من المطالبات كانت في الفترة السابقة بمطالبة إقليم البصرة، أين وصل هذا المشروع؟ والله هذا الجانب لا يقدر يسيطر عليه رجل سياسة ولا رجل دولة، هذا شأن يخص الشعب البصري. طيب. أو مواطنين محافظة البصرة، إذا صوتوا على هذا الموضوع بالنسبة المطلوبة
وقدم إلى المفوضية المستقلة للانتخابات، هنا لازم يشرح هذا الموضوع ويمشي. وإذا كانوا أهل البصرة رافضين هذا الموضوع ويشوفون عزل البصرة أو أنه الحكومة المحلية أنه تقيم هذا الموضوع يشوفونه غلط وانشقاق، وأيضا راح يتعطل ما يمشي. ما ممكن أنه ينشأ إقليم إلا بإرادة البصريين. طيب شيخ اليوم لذلك أنا أشوف أنه الوقت الحالي والظروف الحالية ما تسمح لإنشاء إقليم وإحنا ما مصفين وضعنا فيما بعد. طيب من أجل مصلحة البصر، من أجل لأن أكو خلافات، أكو بعد حدود ما مسيطر عليها، أكو موانئ ما مسيطر عليها، أكو شركات نفطية مو صحيحة، أكو عمل بالجهات النفطية يروح مثل ما أسلفت إنه عن طريق جهات سياسية. لذلك لازم طيب يتنظم هذا الوضع ومن ثم نتوجه إلى إقليم البصر. طيب اليوم الحكومة العراقية تحدثت عن موانئ كثيرة، بما يقارب 7 موانئ في محافظة البصرة. اليوم واردات هذه الموانئ تذهب إلى الحكومة الاتحادية أم تذهب إلى خزينة الأحزاب السياسية؟ لا أخو أكيد يعني الآن قانونا واللي معمول به تذهب الواردات إلى الحكومة المركزية عفوا. هذه إن كانت الواردات أنه صافية، الجباية صافية وحقوق الدولة تمشي بصورة صحيحة. طيب لكن هو جاي يصير اللي يصير أنه بعض الواردات ما تصعد بها برقية أو ما تسجل أو ما تنقل إلى بغداد، إنما تترتب بالترتيب أنه أمور ممنوعة من الاستيراد لنفرض. طيب ممنوعة من الاستيراد، ما ممكن هذه جاي تدخل البلد وتدفع عليها مبالغ وتروح إلى جهات غير الدولة العراقية أو جهات مستفيدة إن كانت سياسية أو حزبية. هذا الموضوع موجود، وهذا هو واحد من سبب انخفاض الاقتصاد العراقي، لأن إحنا عندنا موانئ ما شاء الله من أكبر الموانئ بالشرق الأوسط، والعراق من المفروض الآن لو يترك النفط بس على الموانئ اللي موجودة بالبصرة هو يرفع دولة كبيرة وعظيمة. لكن روح شوف اللي يعملون بالموانئ والجهات المستفيدة، حطوا أبراج وحطوا فلل وحطوا في دول أخرى، وهو هذا كل حقوق المواطن العراقي وأموال المواطن العراقي، بينما ترجع إلى واردات الدولة تشوفها ضعيفة وتشوف ما جاي توصل بصورة صحيحة، مما أجبر الدولة على تقليص رواتب، ما أجبر على تأخير رواتب، ما خلى تقلل بالحصة التموينية، وأيضا الصحة مو تمام لأن واردات البلد مفرهدة ورائحة منها ومنها. طيب اليوم بما يتعلق بميناء الفاو، الكثير ما تحدث عن أن ميناء الفاو سيغني العراق عن تصدير النفط، وربما تكون وارداته كبيرة جدا تضاف للموازنة العامة لكل سنة، بالتالي اليوم هذا المشروع معطل وأثار لغط كثير حول الشركة المنفذة لهذا المشروع، بالتالي اليوم هناك شخصيات سياسية تقف وراء عدم إنشاء ميناء الفاو أم هناك تدخلات خارجية بعدم إقامة ميناء الفاو؟ هسه خارجية داخلية احنا ما عدنا الدليل على أحد أو عدنا أنه الحجة على أحد، حتى نقول مثلا جهات خارجية أو دول هي موقفة أو شخصيات سياسية مستفيدة. طيب إذا سياسي هم مستفيد من جهات خارجية حتى يعرقل، ولكن هو أكو عرقلة. الموضوع صار لأكثر من 10 سنوات على ما أظن أو 8 سنوات. نعم. وماكو أي تقدم سابق بالموضوع، ولكن بالفترة الأخيرة أنه لخص الضوء على ميناء الفاو الكبير وتضافرت الجهود من أجل مرور هذا الجانب. دخلنا في مشكلة أنه تنافس بين الشركات المنفذة والمقارنة، وشفنا أنه تصاعدت الاتهامات، البعض يتهم الشركة سين بأنها غير موجودة وغير حقيقية ومجرد أرقام وأسماء وهمية. طيب البعض الآخر يتهم الشركة جيم بأنها شركة غير جديرة ولن تنفذ ولن تمرر المشروع. بالتالي يعني اللي فهمته أنه أكو جهات مستفادة من هذا الجانب ومن هذا الجانب، بقوا يصارعون بالتصعيد. فعملت الحكومة على أنه موضوع الأنسب والمصلحة العامة، منو اللي تشوف به المصلحة العامة أنه نتفق وياه ويمشي هذا الموضوع، توجهت باتجاه. طيب فيما يتعلق اليوم أيضا بالجانب الصحي لمحافظة البصر، ربما اليوم كثير من المواطنين البصريين اليوم يعزون مخلفات المشتقات النفطية أنه تسببت بأمراض كثيرة للمواطنين البصريين، بالتالي اليوم أين الحكومة العراقية من هذا الجانب؟ شوف هذا الموضوع هو أنا حاكي من قبل 4 سنوات، لما توقف في أي منطقة بالبصرة تشوف الغازات المنبثقة من آبار النفط أنه تغطي سماء البصرة. طيب بالإضافة إلى أكثر محافظة الآن في وزارة الصحة وفي مديرية صحة البصرة، تشوف نسبة المرضى
بالأمراض السرطانية موجودة بالبصرة، إضافة إلى الأمراض الجلدية والتنفسية. طيب. فهذه كلها سببها مخلفات المنتوجات النفطية أو الغازات المنبثقة. لذلك هذا شأن واختصاص وزارة النفط العراقية، كان من المفروض الاستفادة إن كان من الغازات وتداورها وتستفيد منها. كل الدول تعمل بهذا المجال إلا العراق أخي. العراق والبصرة تحديدا الآن المهم نسحب الثروة النفطية ونصدرها ونستفاد منها، وأترك أنه هذا الموضوع مو صحيح أو بعد 20 سنة ايش راح يصير. نعم. أو بعد 20 سنة راح يخلص مثلا آخر برميل موجود لنفرض مثلا. طيب. شلون نستفيد، شلون نخلينا خزين، شلون نخلينا أنه الاستفادة من هذه الغازات. المختصين أعرف من شيخ العشيرة ربما أنا معلومات عامة هذه، ولكن ما شفنا اهتمام وما شفنا عمل بصورة صحيحة. الآن نأمل أن وزارة النفط تنتبه لهذا الملف والتابعة، وإلا القادم أسوأ بالنسبة للصحة، بالنسبة كخزينة، كثروة. طيب. كأموال للبلد. كانت لكم مناشدات سابقة كثيرة في هذا الجانب؟ كثيرة كثيرة، كانت ميدانية أيضا. طبيعة الاستجابة لهذا الجانب؟ لا أخو ما حد سمعنا كثير. أنا ضرغام تكلمت، أطلع يم قريب على بئر نفط وقناة بالصدفة تجي، وقلت الباوع شوف أين الحكومة من هذا، أين الدولة العراقية من هذا. يعني هذا هم خير. طيب. متطاير في الجو، وبالإضافة هم هذا أنتم تنشرون وباء لأبناء محافظتي وأبناء مدينتي. يجوز الناس ما تحكي بس أنا أحكي، ليش أسكت؟ يعني إلى متى أنه هذا الغاز تستفاد منه الكثير، هذه المخلفات اللي تركيا تستفاد منه، دول البقية أنه الآن ممكن أن تتعاقد وياك الدول البقية أو الشركات. نعم. العالمية تأخذ منك بس الغاز هذا اللي أنت تطيره بالجو، وأنت شوف المعادلة شلون تصير، تأخذه وإلك نسبة كبيرة من عنده. لا أنتم المتعاقدين مع دول تستفيد منه وتطوره، ولا أنتم المطورينه، ولا جايبين خبراء أنه تنزل بأرض الواقع وتعالج هذه المسألة ونستفيد، هم نستفيد منها وهم نحفظ شعبنا. طيب اليوم البصرة مظلومة اقتصاديا من ناحية وارداتها اللي تذهب للمحافظات الأخرى؟ كثيرا كثيرا كثيرا. طيب. من ناحية اليد العاملة، من ناحية أنهم موظفين الشركات الموجودة، من ناحية الدرجات العليا إن كان مهندسين أو دكاترة أو ما شابه. طيب. من الخريجين لم تأخذ البصرة استحقاقها الحقيقي ولم تنصف طيل الحكومات السابقة، ولربما حتى الآن لحد الآن لم تنصف البصرة. طيب. لذلك احنا مهتمين كل الاهتمام، والأخوة وياي يعني انه زملائي مهتمين بشأن البصرة، ونحاول قدر المستطاع ولو نلبي القليل من احتياجات الشعب البصري انه على الأقل من ناحية التوظيف والعمل وتوفير فرص العمل لأبناء البصرة. ما من المعقول أنا جنب بيتي شركة عملاقة نفطية تشتغل بها من كل جنسيات العالم. طيب. بالإضافة إلى أبناء المحافظات الأخرى، وأني خريج وشهادتي انه بهذا الاختصاص وأني قاعد بدون عمل. هذا ما يمكن، وهذا أنا ذكرته وموجود في الرميلة الشمالية. يعني أبناء الرميلة الشمالية الناس تجي تشتغل عتهم مستفادة من أرضهم من نفطهم، وهم قاعدين عاطلين عن العمل. فهذه ما ممكن. بالإضافة إلى أم قصر، هسه بعيد عن النفط، موانئ. أكثر شباب أم قصر الآن هم الموانئ بنص منطقتهم، والبصرة كلها مستفادة مثلا تروح يد عاملة والمخلصين والموظفين تشتغل، وأبناء أم قصر أكثرهم قاعدين وجود بطالة. نعم. فهذه تحتاج إعادة فلترة، وتحتاج لجان ميدانية تفتر وتعادل الكفة. ما ممكن تبقى هيك، هذه مظلومية. وأني قلت لك في بداية حداثي هذا كله مستنتج من التوظيف بالمحاصصة، وتجيب لك واحد متحزب يتطرب على الحزبة ويعوف عامة الناس. هاي ناس بسطاء لا عتها حزب ولا من تمية الحزب. فيما يتعلق بالجانب السياسي اليوم لمحافظات الجنوب، هناك حديث ظهر في الآونة الأخيرة للسيدة رغى صدام حسين تتحدث عن ظهورها في جانب سياسي معين ربما في الانتخابات المقبلة أو تسلم منصب آخر. بالتالي اليوم ردود أفعال كثيرة من شخصيات سياسية واستياء لبعض المواطنين بين مؤيد وكذلك بين معارض. شوف خلنا أقول لك هسه نعم، هي اليوم اسم معروف، أبوها كان رئيس دولة وحكم العراق 35 سنة. طيب. وهي أيضا هي كأمرأة أيضا معروفة، اسمها معروف بكل الوطن العربي، لذلك باللقاءات التلفزيونية يكون لقاءاتها هم قليلة ليست في الكثيرة حسب ما نعلم، فتكون عليها عين ومتابعة والناس تراقب وش راح تقول وش راح تحكي وش راح تسوي. بس يا أخي مو كل ما يقال هو واقع، أو كل ما يقال راح يعمل به. طيب. ربما أنا أطلع على شاشة التلفزيون أقول أنا راح أسوي انقلاب وأسوي كذا وأغير دولة، ولكن بالتالي
ما راح أوصل النتيجة أو ما راح أخذ هاي الخطوات، إنما تصعيد فقط. فأيضا ماكو إنسان ياخذ وقته ووقت غيره، الدنيا تغيرت والوقت تغير وكل زمان رجال. الشارع من لا يؤمن بالديمقراطية ولا يؤمن بالمساواة، ومن لا يؤمن بأن العراق واحد كرد وعرب وأزيدية، وما ممكن أن يرجع بعد، لأن يعني الشعب العراقي تحرر وصار إلى رأي آخر. طيب شيخ، اليوم الشارع الجنوبي تعاطف مع هذه التصريحات، اليوم كونك قريب من الجانب البصري أو الجنوب بصورة عامة، اليوم كيف ترى يعني تأييد الجماهير لهكذا شخصيات مثل شخصية رغد؟ نعم، أنا أقول لك هذه كلها ناتجة عن سوء الإدارة اللي مرينا بها، وعن الشخصيات اللي حكمت العراق وما كان همها الشعب العراقي والعراق، إنما كان همها مصالحها الشخصية وتأسيس أحزاب وكيف دعم أحزابها ويكون حزبها هو المسيطر الأول على طول الزمن. لذلك المواطن بقى ما حد ينصفه ولا حد يهتم به ولا حد يوفر له أبسط متطلبات المواطنة وحقوق المواطنة، فظل أنه بمجرد أي عدو إلى هذه الوجوه الموجودة أو أي منافس إلى هذه الوجوه الموجودة السابقة اللي حكمت أو التحزبية والحزبية يروح يناصره أو مو يناصره يأيده. ولكن إذا وصلت للواقع والحقيقة أنا أشوف هذا الموضوع ما يمشي خطوة إلى الأمام، وهذا الموضوع مجرد هو إعلام وتصعيد وهذه. طيب اليوم هناك حظر لحزب البعث في العراق وأيضا قانون لاجتثاث حزب البعث من مؤسسات الدولة، بالتالي اليوم لماذا هذه الردود الأفعال لبعض الشخصيات السياسية تدين والبعض يطالب بقطع العلاقات مع الأردن والسعودية؟ يعني شوف كل إنسان مسؤول عن رأيه وعن تعبيره، ربما هم عندهم المتحدث ما عنده مشكلة أو شنت خارج البلد ومطارد من حزب البعث وعندي 20 معدوم ومثلا الأموال المنقولة والغير منقولة كان مستحوذ عليها، ما عندي مشكلة، لذلك أحكي بعقلانية الآن وياك وبعقل ورؤية. نعم. لكن غيري كان هو قضى حياته عدو لهم ومطارد منهم وممكن معدوم لأخوة وأبناء وأبناء عام وكذا، طبعا يعني بمجرد أنه تذكر طاريهم قال لك ما يرجعون ومحظورين وراح أسوي وراح أقول، لكن إذا هو محظور أنت شكو خايف منه؟ تخلى يحكي بعد شهرين ثلاثة أشهر، ليش خايف منه على شنو؟ ولكن نقدر نقول الموقف الضعيف. طيب. وعدم إرضاء العراقيين وما كان أكو عمل بصورة صحيحة من أي حكاية تهزهم ويحكون هذا الكلام. طيب شيخ، حتى غادر هذا المحور أتحدث عن المرحلة المقبلة، اليوم أنت كممثل ومستشار للسيد مصطفى الكاظمي لشؤون العشائر، اليوم أتحدث عن تقارب وجهات النظر بما يتعلق بالجمهور، هناك كان عزوف لانتخابات عام 2018 للشارع العراقي عن الإدلاء بأصواتهم، بالتالي اليوم أنتم بهذه المرحلة، ما هي المهام الموكلة إليكم وبالتالي اليوم تقريب وجهات النظر إلى الشارع العراقي؟ أولا بس أنه توضيح أو تعقيب على وصفك. نعم. أنا مستشار رئيس الوزراء الشؤون العشائر، بغض النظر عن الشخص مع احترامي لدولة. طيب. السيد الكاظمي، لكن أنا كنت مستشار قبلها يعني في الحكومة السابقة واستقالية فترة. نعم. بسبب ثورة تشرين وانضممت للثورة وتركت العمل، بعد إجا السيد الكاظمي يعني أنه شاف بينا العطاء والعمل والنشاط فرجعنا إلى عملنا. أنه بما يخص الانتخابات، أنه مهام مكلفين بها، لا احنا اختصاصنا عشائري، لا سياسي ولا كسب أصوات ولا توجه على الانتخابات، إنما إنصاف العشائر، تأسيس مجلس يخدم العشائر العراقية وتوحيد قراراتها وسوانيها. فتقدر تقول واجباتنا عشائرية. نعم. ليست سياسية أو تدخل، هذا كل إنسان إلى اختصاصه. أنا بما أنه الملف العشائري فأهتم بالمشاكل العشائرية، بمتابعة العشائر، بأنه سماع شيوخ العشائر، قرب وجهات النظر بين العشائر العراقية والحكومة، ومن هذا الجانب. أما جانب انتخابات وكذا هذا مو من اختصاصنا ولم نكلف بهذا الاختصاص. طيب. لكن نرى كمواطن ومتابع للشارع العراقي العزوف والإقبال يأتي من خلال الشخصيات اللي طارحة نفسها. اليوم منطقتي إذا بها شخصية شابة وأشوف بها عطاء وعدم أنه حس وطني مو متحزب، أنا أنجبر أطلع له، لأن أنا محتاج إلى مثل هذه الشخصيات تخدمني. ولكن إذا أشوف رجل سياسي أو رجل منتمي إلى حزب والمهم عنده حزبه، أنا وأنا رجل مستقل أظل قاعد ببيتي، يعني أقول هذا راح أنتخبه
وأيضا ما يخدمني يروح يخدم حزبه. لذلك الشخصيات اللي راح تتنافس هي من تحدد العزوف أم الإقبال. طيب شيخ، ربما هذه الانتخابات تختلف عن سابقتها بالمرحلة السابقة، هذه المرحلة هي مرحلة مناطقية للانتخابات، ربما تخدم بعض الأحزاب الضعيفة ولا تخدم الأحزاب المتنفذة أو التي لديها قاعدة جماهيرية. بالتالي اليوم المواطن العراقي خلال هذه السنوات تحدث كثيرا عن سوء الإدارة لبعض الأحزاب المسيطرة في داخل المرافق الحكومية. اليوم توقعاتكم للمرحلة القادمة، ستكون هناك وجوه جديدة في الانتخابات المقبلة؟ طبعا المرحلة المقبلة راح تشهد تغيير كبير جدا. طيب. كان على صعيد الوجوه اللي تمثل الشعب العراقي تحت قبة البرلمان، لأن هنا ما راح المرشح يعتمد على حزبه وحزبه يصعده ويأخذ كوتا من الحزب ويدعمه، راح المرشح يعتمد على قاعدته وعلى جماهيره. طيب. واليوم لا يملك الجماهير إلا الإنسان الصادق ويناسه واللي يتهم مصلحتهم ويتكلم بهمومهم، هذا من جانب. الجانب الآخر أنه بعض المحافظات وبعض الأماكن راح تكون تنافسية عشائرية، أنه اليوم المرشح العشيرة الفلانية بهذه الدائرة لها وجود ولها حظوة وعدد كبير، ورشح أحد أبنائها طبعا المختارين هم راح ينافس ابن العشيرة القريبة عليهم. بعض المناطق راح يكون التنافس عشائري، وبعض المناطق راح يكون التنافس للأكفأ وصاحب الشخصية. لكن التغيير يجي من هذا الجانب، أقول لك لا، التغيير يجي من جانب أنه الشباب بقى يتصدى وبقى يتابع الوضع السياسي وإدارة البلد، واليوم الشباب صار إلى قرار وإلى رأي، إن كان هسا رأي على صعيد التصعيد والتظاهر والتصريح أم على صعيد الاختيار الشخصيات ودعمها. أنا كثير من الحركات دا أشوفها الشبابية ليست سياسية، إنما حركات شبابية من أجل دعم شخصيات شبابية تمثلها، من أجل أنه المشاركة في القرار العراقي، فراح يصير تغيير كبير. طيب انتهت التظاهرات في بغداد والمحافظات الأخرى إلا محافظة ذي قار. اليوم الأسباب، هل سوء الإدارة في داخل مدينة الناصرية هو اللي جعل بعض الشباب يخرجون من جديد إلى التظاهر، أم هناك شخصيات تدعم التظاهر من أجل ضغط سياسي؟ شوف، بالنسبة إلى ذي قار، خلينا نقارن ذي قار بالبصرة. طيب. ربما البصرة تلقى بها مناطق عشائرية ومناطق مدنية، نعم، ممكن يصير أنه بها عدة أطياف مو طيف واحد، لكن لما تجي لذي قار مجتمع عشائري بحت، والمجتمع العشائري ما ممكن أن يتم التعامل معه بصورة غير صحيحة. طيب. ذي قار ما ممكن إنسان يدحج بها ويسكتون، لذلك التعامل وياها خاص جدا، وأبنائها ما يتحملون أي دحجة. كثير من الإرهاصات وكثير من التصرفات الغير صحيحة صارت ضد أبناء ذي قار أو أبناء الناصرية مثل ما نسميهم، لذلك ما يسكتون. بالإضافة إلى أبناء الناصرية شافوا الويلات بالفترة السابقة، تعرف شلون تعامل ويا المتظاهرين، هم من حرق خيام، هم من طلق رصاص حي. طيب. هم من أكثر عدد شهداء، وكأنما أبناء الناصرية جايين من غير عالم ونزل عليهم جيش وفوق رؤوسهم رصاص والشهداء تترس الشوارع، لذلك ظلت هذه صدمة في صدورهم، وظل ألم كبير لحد الآن يراود الشباب، ما جعل أي غلطة أو أي تهاون ويا شباب الناصرية يثورون بوجهه، وإحنا مقدرين هذا الشيء وعاذريهم. طيب. ما يصير الآن من تظاهر بذي قار، احتجاج بذي قار، نقول حكم. أيضا المدينة، إذا شفت الناصرية مظلومة جدا. نعم. الناصرية الآن من الطبها تقول هذه المدينة ما حكمتها حكومة محلية أو مركزية من السبعينات، لأن هذا كله شغل السبعينات وباقي على حالة، ماكو أي تطور. الآن يجوز بدأت شوي تصليح جسور، تخصيص مبالغ، صندوق إعمار ذي قار، هسه بدينا. طيب شيخنا، في سؤال أخير، وقت البرنامج ما يسمح لنا وداهمنا، لكن أتحدث عن اليوم، كيف ترى أداء السيد الكاظمي ومقبوليته من قبل المتظاهرين؟ السيد الكاظمي حقيقة اللي شفنا، أنا يعني مو أقول لك قريب منه جدا أو مرافقة كثيرا، ولكن بحكم اختصاصي وقريب منه وأشوف. طيب. الرجل يمتلك حس وطني ويحاول يعمل جاهدا من أجل تصحيح المسار، زين، ولكن الفترة بها عدة أزمات. إذا أردت تقول التظاهرات والاحتجاجات هي أزمة فهي موجودة، إذا قلت الأزمة الاقتصادية وأموال ماكو ونقد ماكو بالعراق
هي موجودة. طيب. إذا أردت تقول أنه اختلافات سياسية كبيرة وتضارب بين القوى السياسية اللي موجودة فهي موجودة. إذا قلت أنه هناك شخصيات تحاول إفشال هذه المهمة للسيد الكاظمي كون الرجل مدني طيب. لا يحسب على الإسلاميين ولا العلمانية لأنه ما محتدل، ربما توجه محتدل، فهناك جهات تحاول إفشاله حتى أنه تقول ها جبت واحد محتدل وفشل، فنرجع إلى موضوع آخر. طيب. فجاي يواجه كل هذه المشاكل ولحد الآن الأمور تمشي، يعني البلد يمشي والرجل يمشي ويحاول يعطي ويحاول يشتغل، فأني بصراحة أشوف الرجل جيد جدا يعني جاي يشتغل. مستشار السيد رئيس الوزراء لشؤون العشائر الشيخ ضرغام المالكي، شاكرين تواجدك معنا أكيد في هذه الحلقة. وسهلا، شرفتونا، شكرا جزيلا لحضرتك. شرفتونا. نعم حبة المشاهدين، كما استمعنا وسلطنا الضوء أكيد على الملفات التي تختص بالجانب البصري وكذلك أيضا الجوانب المتعلقة بالخروقات الأمنية في محافظات الجنوب وكذلك محافظة أربيل. انتهى مشوارنا وحلقتنا لهذا الأسبوع، انتظرونا في الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله.